بِيَدِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتكم بالطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة والرفق ومحبة كل أفراد الأسرة الذين يعيشون تحت سقف واحد بالود والتواصل، ويسر الله لأبنائنا وبناتنا امتحاناتهم ووفقهم فيما يصنعون، وجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وجعل الرقة في قلوب الممتحنين والمصححين، وجعلهم من الناجحين في الدارين، وجعلهم لنا قرة عين، وزوج البنات من الأزواج الصالحين، ورزق الأبناء بالزوجات الصالحات، ووفق الله الجميع إلى كل ما يحبه ويرضاه، آمين يا رب العالمين. هذه دعوة قلبية من قلب أب لأبنائه وبناته في البيوت في أيام الامتحانات، وأسأل الله هدوء النفس للجميع، وألا يتوتر أحد من الأباء ولا الأمهات ولا الأولاد والبنات لدخول موسم الامتحانات، وكلنا ممتحن، لكن نسأل الله أن يكون كلنا ناجح إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أنا أريد أن أطرح سؤالا في هذه الحلقة، وأنا أبحث وأنا أسمع مشاكل الناس سواء عبر الهاتف أو في كلما لقيتهم، سواء في أي مكان، سواء في مكتبي في أي مكان، وددت أن يتسع صدر الكبير والصغير، وأن يتسع صدر الذكر والأنثى، وأن يتسع صدر الزوج والزوجة والأقارب والأهل، وأن لا يخوض بعضهم في أعراض بعض. ولذلك السؤال الذي أطرحه في هذه الحلقة قد يكون يعني عجيبا بعض الشيء، وإجابته ربما تكون أعجب ومختلفة من إنسان لإنسان. ماذا سوف يقول الناس بعد رحيلي عندما أرحل من هذه الدنيا؟ يا ترى ماذا يقول الغريب وماذا يقول القريب؟ ماذا يقول الرحم وماذا يقول البعيدين عن الأرحام؟ وإنما يجمعني معهم رحم الإسلام. لو طرح كل واحد منا هذا السؤال على نفسه سوف تكون الإجابة عجيبة. أطرح السؤال، ماذا سأقول الناس بعد موتي؟ إن كنت زوجا ماذا سوف تقول الزوجة؟ وإن كانت زوجة فما هو التقرير الذي سوف تقوله الزوجة في الأيام الأولى للوفاة عندما تتذكر السيرة الذاتية منذ أن طرق بابها فلان الذي صار في ذمة الله عز وجل، أو العكس عندما يسترجع تاريخ حياته معها؟ ماذا سوف يقول الولد والبنت عن أبيهم أو عن أمهم؟ ماذا يقول الأب عن ولده الذي مات بعد سن البلوغ وسن التكليف، أو البنت التي ماتت بعد سن التكليف وسن الرشد؟ ماذا يقول الإنسان عن عمه الذي مات، أو عن خاله أو خالته أو عمته أو جده أو جدته أو جاره أو زميله في العمل أو رئيسه أو مرؤوسه؟ يعني التقرير سوف يكون صعبا. والله لو قال الناس عني بعد أن أموت رحم الله فلانا لقد كان كالغيث أينما حل نفع، فيا سعادة الإنسان المتوفى. يعني لو قالت الزوجة ما لن أجد زوجا بهذه القيمة وبهذا الخلق وبهذا الخوف من الله وبهذا الحنو والصدر المنشرح، والله يعني بارك الله في المتوفى وبارك الله في من أثنى. لو قال الزوج عن زوجته التي توفيت لن يعوضني أحد حنو هذه الزوجة وسعة صدرها وتحملها للمشاكل، وأنها كانت مكبرة رأسها عن سفاسف الأمور ولا تنظر إلى أعاليها،
هذا شيء طيب. لو قال الابن عن ابيه ان ابي هذا كان ارق انسان واحن انسان واكثر انسان حساسية بطبيعة الابوة، ما كان يشغلني شيء في الدنيا لانني ما كنت اعتمد الا على الله عز وجل، ثم لوجود ابي في هذه الحياة. يعني بعض الناس يشبهون في هذه الحياة الصقور، وانا اريد ان اتحدث في هذه الحلقة عن سعة الصدر. الصقر لما يطير يحلق تحيط به اسراب من الغربان، فبدلا عجيبة في سلوك الطيور، هذا موجود في علم الطيور، فالصقر لا يشغل باله باسراب الغربان، فماذا يصنع؟ يحلق اعلى واعلى عاليا، لان الغربان ضعيفة في التحليق في طبقات الجو العليا، لكن الصقر وهو ملك الجو يستطيع ان يحلق بقوة بعيدا عن هذه الغربان لكي لا تشغله هذه التفاهات والاعراض الجانبية. كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. ماذا صنع الصقر صاحب الهمة العالية؟ ارتفع، فلما ارتفع انتهت المسألة. لكن نحن اذا نزلنا وهبطنا الى مستوى من يشاكسنا، ومستوى من يشدنا الى الخلف، ومستوى من يعني حتى تجدون في الطريق العام العربة سيارة النقل الكبيرة الفارغة تصنع صوت في الشارع اقوى واكبر وضوضاء اكبر من السيارة الملأة. فالانسان المليء ليس بالهموم بالمبادئ لا يصنع صوتا، انما يعني الذين يصنعون المجد، والذين يصنعون الخلق، والذين يصنعون الخلق السامي والاخلاق العالية، لا يعني ليسوا اصحاب كالطبول الجوفاء اصوات فقط وجعجعة فقط، لا، كما قال العربي ما لي ارى اسمع جعجعة ولا ارى طحنا. لا، المسلم كما كان الصديق رضي الله عنه، قالت عائشة فيه يوم ان مات: لقد كنت ضعيفا في بدنك قويا في امر الله، لا تزيلك العواصف ولا تزحزحك القواصف، كنت كالبحر الهادئ يستطيع الطفل ان يلعب فيه بحجر، فاذا ثرت لله لا يقف امامك احد. هذا وصف جميل من عائشة لابيها رضي الله عنهما. هكذا المسلم هو هادئ، ولكن لا يغضب الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، لا يغضب لنفسه. هل رأيت يعني انت ايها المشاهد، انت ايتها المشاهدة، النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه قط؟ لماذا انتصارنا لانفسنا؟ لان سبحان الله الانسان لا يعرف الهمة العالية، لان الانسان لا ينتصر لنفسه الا اذا كان صاحب الانا، والانا كلما كبرت لا يرى الانسان الا نفسه، وعندما لا يرى الانسان الا نفسه لا يسمع نصيحة ولا يقبل رأيا، لان يشعر ان اراء الناس كلها دونه. ما حق الاخلاق في عالمنا انما هو عبارة عن يعني تعامل الانسان مع الاخر، سواء كان الزوجة زوج، ابن جار، زميل، موظف، قريب بعيد، متعامل معه، يتعامل معه بحيث كما قال العلماء: كونوا مع الناس حتى اذا تركتموهم حنوا اليكم، واذا متم ترحموا عليكم. فاسأل نفسك سؤالا: ماذا سوف يقول الناس بعد موتي، بعد رحيلي؟ طيب لو ان الانا عند الانسان كبيرة، وماذا يقولوا؟ ما شاء الله علي، انا لا قوة الا بالله، انا تركت وانا عملت وانا سويت وانا بنيت وانا لا لا لا. شوف الانسان الصالح يعني اذا مات العبد قالت الملائكة والصالحون: ماذا قدم؟ وقال اهل الدنيا: ماذا خلف؟ ماذا ترك؟ يقف على القبر فالصالحين يقولوا: ما شاء الله عليه، كان يحفظ القرآن وينفذه، ما شاء الله كان يفتح البيوت بالخير، كان يصنع كذا وكذا، كان في كرسي المسؤولية، كان يصنع وهكذا، هؤلاء يصنع. فهذا الذي قدمه يعني انشأ او ربى اولاده على الطاعة لله، ربى بناته على الحجاب والالتزام والخير، فيترحم الناس عليه. هذا الصالحون يسألون: ماذا قدم؟ كما ان الملائكة تقول هذا الكلام. الاهل الدنيا يقول: كم بناية ترك لاولاده؟ كم قطعة ارض؟ كم مشروع؟ كم محل؟ كم شركة؟ لان اهل الدنيا دائما يرتكسون في الدنيا. طب بالله عليك، هل نفعته بنايته التي تساوي الملايين؟
أن نفعه أن في هذه البناية أخرج زكاتها وأخرج صدقات وعمل خير وفتح بيوت الفقراء وأنفق. وهكذا العبد يسأل نفسه ماذا سوف يقول الناس. طيب إيه اللي يجعل الإنسان صدره يضيق بالناس؟ أنا سوف أصف وصفة في هذه الحلقة بحيث يحاول بعضنا مع بعض أن تتسع صدورنا. أغلب حالات الطلاق والانفصال في نوعين من الطلاق، طلاق اللي هو الطلاق الشرعي أن ينفصل كل واحد عن الآخر ولا يصلح طلقة أولى وثانية وثالثة يحلها الفقهاء بطريقة معينة، وهناك طلاق انفصالي نفسي لم يوقع الرجل طلاقا على زوجته لكنهما منفصلان داخل بيت واحد، كل واحد يعيش في عالمه، هو في غرفة واحد في بيت واحد في فراش واحد لكن كل واحد في عالم، هو يتخيل انه صاحب الحق الاولى الاوفى وهي ترى من منظارها الخاص سبحان الله. طيب انا اريد ان نرى او يرى كلانا من مرصد القرآن والسنة. مرصد القرآن والسنة ان مسألة الحقوق والواجبات، فاول شيء يجعلني لا يتسع صدري للاخر انني سبحان الله العظيم انسى الحسنات الكثيرة التي صنعها الطرف الاخر معي. نحن العرب عبارة عن متوقدين عاطفة هوجاء احيانا. يعني مثال، انت تحسن الي 10 سنوات صديق او قريب او الى اخره، وبعدين في مرة من المرات يعني تعديت الحدود معي. انا بين امرين، ان لم اذكر سوالف الخير التي مضت وتعاملاتك الخيرية او الجميلة وخلقك الحسن معي في السنوات الماضية، عندئذ فورا سوف اغضب منك وردي يكون عليك صعب. ما الذي يتسع يوسع صدري في هذه اللحظة؟ اذكر سوالف الخير التي صنعتها انت معي. يقول يا الله، الزوجة يقول يا شيخ الله اكبر عليها، تعبت وربت وعملت وسوت وسكتت وانصتت وما خاضت ولا كلمت ورحبت باهلك وحافظت على مالك وعلى اولادك وعلى بيتك، فتذكر سوالف الايه؟ سوالف الخير، وتقول يعني قطرة حبر في اناء كبير من الماء لا يعكر صفو الماء ولا يعني سبحان الله يغير لون الماء، بالعكس الماء صافي، قطرة الحبر هذه، لكن الذي لا يتسع صدره يراقب قطرة الحبر هذه وينسى ان هناك اناء مليء بالماء الصافي قد نسيه وتعامى عنه ولا ينظر الا الى قطرة الحبر وهي تنزل لتعكر صفو الماء. ولذلك كانت الغيبة والنميمة في حق الناس حرام. ليه؟ عشان لا نعكر صفو الصدور بعضها مع بعض. ولذلك عشان لا نعكر صفو الصدور ولا اعكر صفو صدوركم نحوي ولا نحو الاخرين، كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله حتى نكمل كيف تتسع صدورنا للتعامل مع الناس، ولا ننسى افضل الناس علينا فلا ننسى بعد اذن ولا قبل اذن فضل الله علينا سبحانه وتعالى. كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله، مرحبا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ومع البيوت الامنة ومحاولتنا ايجاد ثغرة او باب ندخل وندلف منه جميعا للبحث عن سعة صدورنا بعضنا مع بعض. قلت قبل الفاصل ان الله حرم الغيبة والنميمة. لما؟ لاننا لما معذرة يعني الحظ ان الرجال عندما يجتمعون سويا يشكو كل واحد منهم من زوجته امام الاخر، فتصير الزوجة امام الرجل في هذه اللحظات صورة من صور الكآبة وثقل الظل ونكران الجميل وعدم الرضا والتمرد الدائم، فيرجع الى بيته مشحونا دون ان يدري. والاخوات كذلك يجلسنا في سواء في الوظيفة او في النادي او في اي مكان او في البيوت يتدارسن احوال الرجال، كل واحد الرجال متعبين، الرجال لا امان لهم، الرجال اول ما المال يجري في يدي يريد ان يتزوج علينا، الرجال كذا الرجال كذا. تظل المرأة تتكلم وصديقتها تشحنها، فالكل يشحن بعضه امام ايه؟ امام بعض، بحيث ان يشجعنا بعض على التمرد. فلذلك هذه نميمة، ومن ثمرات النميمة ضيق الصدور، فيضيق صدر المرأة لان صديقتها عندما تنصحها واحدة منهن ربما راضية عن زوجها، فتقول ايه؟
يقول والله يعني بصراحة زوجي ليس في هذه الصفات السيئة، والله ده هو ودود وعطوف، هو عصبي أحيانا لكن احنا لما نهدأ ونسكت يا سبحان الله. يقول لا خلي بالك ده لو بعد 5 سنوات يا ستي انت ضمنت بعد 5 سنوات، ده بعد 10 سنوات لو، فيفضل يشحنوا فيها شحنة سلبية تعود إلى بيتها أو يأتي الرجل إلى البيت فليجد متغيرة بدون داعي. إذا نحن شحننا بعضنا مع بعض كمعشر الرجال وشحنت النساء بعضهن مع بعض ضد الرجل، فأصبح سبحان الله العظيم الصدر في حالة ايه ضيق على ايه، على انها جمعت كل سيئاته ونسيت كل حسناته، وهو جمع كل سيئاتها ونسي كل حسناتها، فبالتالي الصدر يضيق. ولذلك النميمة حرام بهذا الشكل، ولذلك نحن يجب ألا ينم أحد في حق أحد، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، يعني الهماز مشاء بنميم، هذا النمام سبحان الله هذه كارثة كبرى، وهذه من عوامل تضييق الصدر. يبقى إذن أنا إن أساء إلي طرف زوجة زوج أخ قريب أي إنسان، أول قبل أن أرد قبل أن أتعامل قبل أن أتصرف يجب ألا أنسى سوالف الخير التي إيه أو ماضي الخير الذي كان منه وجاءت هذه هنا، ما سبحان الله العظيم يعني لا داعي لأن إيه لأن يعني أذكر أو أكبر هذا الذنب الذي صنعه، وإنما يعني أذوبه في إيه في نهر الخير الذي رأيته منه. هذا أمر. الأمر الثاني أن إذا أساء إلي طرف أنا بين أمرين، بين عدل وفضل. طب أنا بالله عليكم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ومن قبله في عالم البرزخ في القبر، أنا أحتاج إلى عدل الله أم إلى فضله؟ من الواجب العقل يقول إيه الله لا أنا محتاج إلى فضل الله، أنا لو عاملني بالعدل خلاص أنا رحت في داهية، صح ولا لا؟ يعني اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، ان عاملتنا بعدلك اهلكتنا وان عاملتنا بفضلك رحمتنا، يا اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، فانت اهل التقوى واهل المغفره، لان احنا اهل تقصير، اهل معاصي، اهل تضييق صدور، اهل عمل ذنوب، لكن الله عز وجل هو اهل التقوى واهل المغفره. فانا عندما اتعامل مع الطرف الاخر بالفضل رب العباد من كرمه السيف ويعاملوني بفضله، اما اتعامل بالعدل انا مش في مؤسسة تجارية بيننا وبين بعض عقد ايجاب وقبول وموافقات، لا انا من الواجب ان ارعى وان يعني اتيقن ان التعامل مني بالفضل عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى سوف يعاملني بفضله. ولذلك ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس الا ما رأيناه الا متعاملا بالفضل عليه الصلاة والسلام. في اي امر ما تظنون اني فاعل بكم يوم الفتح، يعني لو جبت سلسله السيئات والمصائب والعقبات والايذاء الذي صنعته قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الى ان هاجر وتركهم ثم الحروب المتتاليه لرايتها كثيره، فلما قال له ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم، قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء، فعملهم بالفضل. فلما عملهم بالفضل اسلم يومها 2000 من المشركين، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم عملهم بالفضل الذي اتاه الله سبحانه وتعالى. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في ناس في العائلات مكروهين في وجودهم، وحتى في لما يكون ضيف الضيف يكون خفيف الظل، لا ده ضيف والعياذ بالله ثقيل الظل مؤذي يقعد والعياذ بالله يراقب هذا وينتقل هذا، هذه فلانة لا تعرف الطبيخ، هذه زوجتك يا فلان لا تعرف ان تعمل كذا، يا اخي هذه السفرة والمائدة غير مرتبة، لا حول ولا قوة الا بالله. فجاي عبارة عن ايه لجنة تفتيش دولية لاظهار العيوب، يعني زي اللي بيناقشوا رسالة الماجستير والدكتوراه ما يذكروا خير في الرسالة ابدا، انا اقول له اخطأت في صفحة كذا وفي صفحة كذا ومعترض على صفحة كذا، طب يا اخي طب الراجل عمل خير برضه، لا تنسى الخير، اذكر الخير الذي ايه اذكر الخير الذي صنعه. فاذا انا اذا اردت سبحان الله العظيم ان اتعامل مع المسيء الي حتى يتسع صدري ان اتعامل معه بالفضل وليس بالعدل، فلما اتعامل انا بالفضل وانت تتعامل بالفضل نلتقي سويا في مرحلة التفاضل التي بيننا، فان تعاملنا بالتفاضل الذي بيننا والله سبحان الله العظيم ان شاء الله رب العباد يتفضل علينا بان يرزقني محبة للطرف الاخر ويرزق الطرف الاخر محبة يعني توضع في قلبه
حتى ان ابن عباس رأى رجلا يمر من امامه قال لمن حوله هذا الرجل يحبني. قال وما الذي ابلغك يا ابن عباس يعني خبرك انه يحبك يعني؟ قال لا. قال وما الذي ادرك انه يحبك؟ قال لانني احبه. المحبة متبادلة، مفيش محبة من طرف واحد، وطالما المحبة صادقة في الله عز وجل ان لا يحبه الا لله، ورجلان من ضمن اللي في ظل العرش ومن ضل ظل، وامرأتان ايضا يعني، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والله انا اجد ناس في المسجد لا يجمعهم، لا يجمعني، انا لا اعرف اسمه ولا اعرف اسمه ولا قبيلته ولا عائلته ولا اين يعمل ولا هو متزوج او لا وعنده اولاد او لا. هذا خطأ ايضا، لكن يبدو من كثرة المعارف بفضل الله. لكن يعني انا لا اعرف عن تفاصيل حياتي، لكن في محبة بينه وبين، لو غاب في وقت من الاوقات اشتاق اليه، ولا ربما لا اعرف اسمه، لكن الوجوه تتقارب وتتعارف، لان ان الارواح جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال علماؤنا ان لو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه، ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. فالارواح جنود مجندة. وكان الصديق عندما يراه عمر رضي الله عنه يلتزم عمر ابا بكر في صلاة الصبح، وكان معه في صلاة العشاء، يقول يا طولها من ليلة يا ابا بكر. في ناس بيعيبوا على حنو المسلم على اخيه المسلم، لان ده يعني عايز اقول ايه، حنان الاخوة الالهية، الاخوة في الله، الاخوة في الله التي اخى رب العباد هذه القلوب بعضها مع بعض، سبحان الله العظيم. ولذلك قال الحسن البصري من انتم؟ قالوا نحن اخوة في الله. قال اذا حزبت احدكم حاجة، يعني ضاقت الظروف على حد منكم يعني، وضع يده في جيب اخيه فاخذ ما يريد، قالوا لا، قال ما انتم باخوة. هو الاخوة دي منظر، احنا ندعي، هو ندعي ايمان وندعي اسلام وندعي رجولة وندعي انوثة وندعي رعاية وندعي همة، ولا وهذا من كله هذه دعاوة. وان الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبد الظنون الكاذب، يقبل من العبد العمل الصالح. ولذلك سبحان الله يؤتى الناس او يأتي الناس الى رب العباد باعمال. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. انا ادعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجتي والعياذ مثلا وابنتي في الشارع ماشيين عاريات، هل هذه محبة لله ولرسوله؟ هذا كذب، هذا زور، هذه محبة كاذبة. لماذا؟ لان لم اتق الله في زوجها، لم اتق الله في ابنتي، لم اتق الله في اختي، لم اتق الله بهذا المنطق. هل ادعي محبة رسول الله وانا اظلم الناس في المؤسسة والمصلحة، اطرد هذا واقتل على هذا واضيق على هذا واقتل هذا قتلا معنويا، ويسيء الرجل الى زوجته حتى تكره الحياة، اخذها من بيت ابيها، ما فيهاش ولا مرض، ما فيش مرض 5 سنوات، لا عندها ذبحة صدرية ومش عارف تصلب في الشرايين وهشاشة في العظام. الله يا اخي. وبعدين بعد ما كده يقول والله خلاص اصبحت كم مهمل، شوف لنا واحدة نتزوجها انثى بقى. سبحان الله، اما انت كنت متزوج مين؟ ابن عمك. فسبحان الله، هذه النظرة الدنيا، لان من الذي امرضها؟ من الذي قتل؟ واحيانا العكس ايضا، في زوجة تاخد الرجل متطلع عنده طموح، لا، دي استاذة خبيرة في قتل الطموح، تصغر اعماله، تسفه اقواله. يا عم رب انت مش فاهم شيء، ده كل الناس تضحك عليك يا راجل. الله، طب لماذا هذا؟ لماذا لا يكبر بعضنا بعضا، ولا يعني سبحان الله، ولا يشجع بعضنا بعضا؟ ده مؤمن في عالم الطيور، العصفور الصغير، الفرخ الصغير لما يطلع من البيت عايز يطير لا يستطيع، فتاتي بقيه الطيور ترفرف من حوله باجنحتها فتثير فيه همه الطيران، فلما تثير فيه همه الطيران يعني تشجعه ولا تحبطه. احنا عندنا في مجتمعاتنا يعني فريق اعداء النجاح، لو يشوفوا اي حد ناجح يا الله ده يحطمه من ناحيه وده يحطمه، وده بس خد بالك ده مره ذكر حديث موضوع والتاني يقول ومره اخطا في المعلومه الفلانيه، ومره المعلومه قال انه فلان اللي قال مع انه مش فلان اللي قال. لا اله الا الله. ففي ناس يعني خنفسيه الحدث، ذبابيه الاخلاق، لا تضع الا على الجروح ولا تضع الا على القاذورات. فانا اريد ان اقول ان المؤمن الذي يبحث عن سعة الصدر يجب ان يتعامل مع الناس كما قلنا بالفضل، ولا ينظر الا الى الايه، الى الاسنان البيضاء التي رآها عيسى عليه السلام
في الكلب الأسود الذي أنتنت جيفته الجو من حوله ومات أو نفق منذ أيام. قالوا ما أنتن رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره. قال عيسى عليه السلام ولكن ما أشد بياض أسنانه، ما نظر، لأن العين الجميلة لا ترى إلا الشيء الجميل. سبحان الله العظيم، يعني كن جميلا ترى الوجود جميلة. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. الإنسان اللي نظر على الناس بتعالي وبكبر أن الناس سيئة والناس ما فيهاش خير والله هو ناس مفيهاش، خلاص الدنيا انتهت. طب وأنت أفيك خير؟ وطبعا طبعا ليه، انت اول الناس الذين ليس فيهم خير. فاذا انت تعامل مع الناس ان تنظر الى الخير الذي فيهم، لا داعي لان تنظر اليهم من عالي، لا داعي ان تنظر اليهم انك انت العبقري الوحيد. تعامل مع الناس ان تنظر اليهم بالفضل. ايضا يجب علينا ان نرحم الانسان الذي يخطئ، لاننا كلنا اهل خطا. ارحمه يا اخي، يعني سبحان الله العظيم، هو عمل خطا، هو يعني لا عمل اخطاء، هو انا ملاك وهو شيطان، هو انا يعني ابو بكر وهو ابو جهل؟ ابدا. هل أنت أسماء بنت أبي بكر وهذه التي تتعاملين معها سبحان الله أم جميل حمالة الحطب؟ لا، نحن نريد أن يتعامل بعضنا بعضا بالنية الصادقة وبالمعاملة. ازرع خيرا في قلوب الناس تجني خيرا، حتى يحبك رب الناس وينادي جبريل على أنه يحبك، وجبريل يأمر الملائكة بحبك ويوضع لك القبول في الأرض. اللهم ضع لنا هذا القبول عندك وعند الناس يا رب العالمين. كنوا مع بعض الفاطر إن شاء الله، نلتقي بكم مرة أخرى مع البيوت الآمنة ومع سعة الصدر. وسع الله صدورنا وإياكم، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع سعة الصدر في البيوت الآمنة. نحاول أن نتلمس المفاتيح ونضيء المصابيح حتى نسير في هذه الحياة على انشراح في السطر وحسن معاملة مع الغير. ثم بالله عليكم، ألا يرجو واحد منا الثواب عند الله في أن يصبر على المخطئ؟ يعني إذا كل يعني كما قال شاعرنا، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. طب ليه يعني انا هظل بهذا المنطق، يعني بهذا التعامل؟ يبدو ان لابد ان نوسع صدرنا. اول سؤال ان شاء الله، ام نائل من امريكا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ بارك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، اهلا وسهلا. نتمنى ان تزورنا في امريكا في باذن الله يا رب العالمين. اللهم يسر يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيك شيخ. بس انا عندي سؤالين. اوكي. في قوله سبحانه وتعالى: واذا الذي بينك وبينه عداوه فاذا الذي بينك وبينه. نعم. واذا الذي طب ما هلا مثلا اذا الانسان يعني زعلان من انسان، كيف يقدر يسلم عليه يعني وانه كانه ما في شيء؟ هاي طيب. سؤال. طيب. والسؤال الثاني شيخ، مثلا اوكي سعه الصدر، هلا احنا في بين زماننا وزمان اولادنا، مع انه مش زمان، فتره طويله، وحكى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه ربوا اولادكم لزمانهم ليس لزمانكم. نعم. طب هلا كيف بدنا نحن نقدر يعني، هو بسرعه صارت التكنولوجيا من سيليولر فون، من انترنت، من كل هالاشياء بسرعه بسرعه. طيب. يعني بطل واحد يستوعب انه كيف بده يقدر يخليهم على يعني على اشياء. طيب. زي طيب. ما هو تربى، مع انه ما في فرق كبير بينه وبين سنهم، بس ولا زمن يعني مثل تحكي 50 سنه ولا 30 نعم. سنه. نعم. ولكن بسرعه طلعت هالاشياء كلها هذه. ماذا نصنع مع هذا المفضل. نعم نعم، بارك الله فيكم. منا شكر الله لك. أميرة من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. عمي شيخ، أبي أسألك، أنا زوجي كان مزوج واحدة من أول. أيوة. وقبل ما زوجني أنا قلت، أنا كنت موظفة، أنا قلت، هو قال لي أترك وظيفة. طيب. تركت وظيفة، بس أنا قلت الشرط اللازم فمصروفين أهلي. أيوة. لأن أبوي مريض، هو قال طيب. الحين هو يصرف اهلي، بس مرته اولية ما يصرف اهله، هل علينا شيء؟ يعني هو ينفق على زوجته الاولى واهلها ولا ينفق عليك ولا ايه؟ لا، ما يعديها شيء الا بالمعروف، بس ما يعدي كل شهر كذا حاجة مصروف. نعم. معين. نعم. بس اهلي كل شهر يعدي حاجة معين، لان انا شرطت من اول ما اتزوج اذا اترك وظيفة لازم تعطين اهلي كذا وكذا وكذا. نعم. يعني أبوي مريض وما يشتغل. نعم. يعني هو لا يعدل بين البيتين ولا يعطي رغم أنك كنت موظفة من قبل. إيه. نعم. طيب. هل علينا شيء؟ وثاني.
نعم. أنا أول سوجت واحد بس ما روحت بالبيت، سوجت مهر بس وبعدين طلقني، وما قلت زوجي اللي الحين مسوج عليه، هل علي شيء لازم أقوله؟ لا، هو أنت كنت متزوجة من قبل ثم انفصلتم، طلقتي. إيه بس هو قدمني مغضوب، بس ما روحت بيت ولا كذا. يعني العقد فقط. إيوة. نعم. وخلاص وطلقك وروحتي وبعدين تزوجت الآخر. إيه سوجت آخر بس ما قلته. طيب أين السؤال في هذه النقطة؟ لازم أقول هل علي خيانة، يعني أنا سويت شيء خيانة؟ لا ما فيش خيانة يا بنتي، ليه بس؟ كان من الواجب أن تخبريه أن أنت عقد قرانك من قبل أو عقد عليك، ولكن لم تدخلي ولم يبني بك الزوج الأول، فمن باب بس يعني توضيح المسألة، ده من باب الصراحة فقط، لكن يعني مر الأمر بسلام إن شاء الله. يعني طيب. ما عليه شيء ان شاء الله، انا ارجو كذلك ان اجيبك ان شاء الله باذن الله. طيب الاخت ام فراس من عجمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حابه بس اعرف راي الدين في موقف الزوج اذا كان زوجها عم بمر في كرب، يعني انا زوجي عم بمر حاليا في كرب شديد جدا، هو مسجون. ايوه. فيعني انا للاسف يعني العائله يعني عائلتي انا الي هون بعض الاقارب هون، ويعني للاسف قاطعيني، يعني ما يعني الكل عم بيقول لي انه لازم انه تتركيه، انه خدي الفلوس وتركيه. لا اله الا الله، يعني اتركيه وهو هيك. فانا عم بحاول جاهدي حاليا اني اخرجه من هذا الكرب، يعني بقدر الامكان بمساعدات من اهل الخير من كل الناس. لكن للاسف يعني كل اللي حواليه عمالهم بيقولوا لي اتركيه وهو له الله وانت سافري، فهل هذا يرضي الله؟ يعني انا شو موقفي كزوجي يعني برأي الدين في هذا الامر؟ يعني طيب اجيبك يا ام فراس. حاضر، يا ريت يا شيخ. اجيبك، بارك الله. فاطمه من ليبيا، السلام عليكم. نعم. طب عليكم السلام، يعني اهلا هذه بشيخنا هذا الجليل الغالي الدكتور عمر. اهلا يا دكتور عمر. مرحبا، اهلا وسهلا فاطمه، مرحبا يا بنتي، مرحبا. بارك فيك الله، يعني ان شاء الله ربي هذه خليك. انا عندي هذا سؤالين، السؤال الاول هذه ذكره في القران الكريم بان لا تزكوا هذه انفسكم فالله يزكينا. نعم. فكيف يزكينا الله؟ طيب نعم. ويعني السؤال الثاني، ما هو مقياس الخير في داخل هذه يعني داخلنا، ما هو مقياس الخير داخل الانسان؟ نعم. حاضر، بارك الله فيك فاطمه، شكرا الله. الله يبارك فيك ويجزيك الله يعني عنا كل خير، بارك الله فيك دكتور. وفيكم يا بنتي. طيب ناهد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام طيب وبركاته. بارك الله فيك دكتور. وفيك، اهلا وسهلا. الله يخليك. دكتور انا بكلم حضرتك دلوقتي، لو في حد انا قدمت له خدمه عمره. ايوه. وواحده يعني انا ردت لها زوجها لوجه الله. طيب. وخدمتها ودلوقتي هي اكتر واحده ازياني في الدنيا. ازياني في عملي، ليها يعني ليها سلطه في عملي. نعم. وازياني نفسيا. انا فوضت امري لله فيها، بس انا مش عارفه اعمل مع واحده زي دي ايه. طيب. قسما بالله العظيم خدمتها وبشهاده الناس كلها. خلاص حاضر اجيبك واقول لك ماذا تصنعين. حاضر، الله يهدي الحال يا رب ان شاء الله. طيب عبد الفتاح من دبي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه كده، راجل اول راجل هو يتصل بنا ما شاء الله. ايوه الله يبارك فيك. والله انا عندي خاطرتين بس بموضوع ساعه. أيوة. الصدر. ايوه. الاولى ان انا شايف ان هناك علاقه طرديه بين ساعه الصدر وبين القرب والبعد من الله والايمان. عظيم. لاننا كلما كنا قريبين من الله. نعم. كلما كان هناك ساعه الصدر بين. صدقت. زي ما الايه الكريمه بتقول، يعني اللي هي ويجعل في صدره ضيقا كما الدل هو حالا كانما يصعد في السماء. نعم. يعني تاني حاجه ان هو قبول الاخر ككل. نعم. يعني انت تقبل الشخص الاخر، او اذا حضرتك بتتكلم عن الزوج والزوجه ان أيوة. تقبل الزوجه بحلوها بمرها. نعم. كامله ككل، يعني او انك تضع يعني في العلاقه بين الزوج والزوجه. نعم. انك تضع نفسك في المكان الاخر، يعني او أيوة تضع نعم نفسك. نعم نعم نعم، برافو عليك ما شاء الله. صح. ثالث حاجه خاطرية لغه الحوار. فده سؤال بتحضرك، كيف انمي لغه الحوار بين الزوج والزوجه؟ الله يرضى عليك. طيب حاضر، بارك الله خير. بارك الله في اكرمك. عبد الفتاح جواهر من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. مرحبا يا شيخ. في البداية أنا والله أحبك في الله. الله يرضى عنك يا بنتي، بارك فيك يا رب. ثاني شيء والله يا شيخ، أنا اتصالي عشان أقول لك إن شاء الله رؤية رأيتها فيك. الله يكرمك. تقريبا ثلاث سنوات. أيوة. رأيت إن شاء الله أنه جاء صوت من السماء وأنت كنت في محاضرة.
فكان يقول الصوت المستمع انه ان شاء الله انه راح تدخل الجنه ان شاء الله بلا حساب ولا عذاب. يا رب انا وكل المشاهدين والمشاهدات ومعي في الاستوديو المخرج والمصورين وكلنا ان شاء الله يا رب. امين يا شيخ. فاتصلك على الشيخ فقال بشري الله يرضى عنك للمؤمن ان شاء الله. ربنا يبشرك يا بنتي بالخير ويجمعنا واقف في جنه عرضها السماوات والارض دون سابقه عذاب ولا مناشقه ان شاء الله. امين امين يا شيخ. لا تنسى من دعواتك. يثبتك يا بنتي وايانا على الطريق ويختم لنا ولك بالصالحات. امين. كلامك والله يوصل لقلوبنا. بارك الله فيك جواهر يا بنتي. شكر الله لك اكرمك الله. الله يجزاك. بارك الله فيك. سهام من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. اول شيء انا احبك في الله. الله يخليك. بارك الله فيك دكتور. وثاني شيء الله يخليك انا ابغاك تدعي معانا. نعم. وثالث شيء شو اعمل لما تعرف ان حد بيكرهك وما يحب لك اي خير يعني. أيوه. شو اعمل عشان اكون سعة صدر يعني بالنسبه لإلي بهذا الشخص. حاضر باذن الله. بارك الله فيك. شكرا. شكر الله لك. طيب ابو خليفه من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حياك الشيخ وبارك الله فيك. حيا الله أبا خليفة. يا مرحبا. شاهدين والسامعين كلهم الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك. سؤالي أنا الشيخ الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أيوه. يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. لو يعرفن فلا يؤذن. نعم. هل هذا المقصود هو الحجاب ولا الحجاب والنقاب؟ طيب حاضر. بارك الله فيك. شكر الله لك. بارك الله فيك أبا خليفة. أم خالد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ في البرنامج. الله يبارك فيكم يا رب. تفضل يا بنتي. يا شيخ نبيك أول شيء تدعي لي يا شيخ. الله يثبتك يا بنتي ويصل لك كل أمر عسير. طيب أم خالد يبدو انقطع الخط. حاولي أم خالد مرة أخرى. طيب الوقت يعني يجري بنا. انا اريد ان اجيب عن بعض هذه الاسئله ان شاء الله. ام نايل كانت تسال من امريكا ان ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طيب يعني احيانا الذي بيني وبينه عداوه حتى اذا القيت عليه السلام يرد علي يعني مثلا سلام عليكم اهلا ولا يخفض صوته ولا يقطب جميل. انا استمر على سلامه. لماذا؟ لان ابن مسعود كان يقول يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلاما. قالوا لي ابن مسعود قال لان الذي يرده الله رب العالمين. فاذا يعني انا لا احزن اذا لم يرد علي السلام حتى اذا يعني رفض ان يعني انا اريد ان ازوره من الارحام عم او خال او اخ او اخت أو بهذا المنطق ولكن هو يرفض زيارتي. خلاص أنا صنعت ما عليه ولكن لا أقطع وإنما أهجر هجرا جميلة وأحاول أن أخلص النية قدر ما له من رحم عندي. القضية بيننا وبين أولادنا يعني هذا التقدم التكنولوجي يبدو أنه باعد بيننا وبين أبنائنا وبناتنا وجعلهم يعيشون في عالم الإنترنت بعيدا عن عالم الأباء والأمهات والبيوت. الولد قاعد معنا لكن دماغه في أمر آخر. فنحن ما علينا إلا أن يعني نفرغ بعضا يعني إن شاء الله من وقتنا لكي يعني بعد أن نأتي بالمال الحلال والدعاء المخلص للأولاد أن نحاول قدر المستطاع أن نرتفع يعني كما يجب أن نأخذ أبناءنا إلى حوزاتنا لكن أن نرتفع على مستواهم. أصبح الآن الولد أكثر ثقافة منا والبنت أكثر ثقافة منا بما أوتي من هذه التقنية الحديثة التي أدعو الله أن تكون لهم في ميزان إيجابيات وخيرات وحسنات لهم في مستقبلهم الدنيوي والاخروي ان شاء الله رب العالمين. وتكون هذه التكنولوجيا يعني رافعه لمستواهم العلمي والثقافي والديني باذن الله. فوجب علينا ان ماذا نصنع يا امنا الا ان نرفع مستوانا الى مستواهم ولا اقول انهم يهبطون الينا لان احنا يجب ان نرتفع الى اعلى وربنا ان شاء الله يبارك فيهم باذن الله رب العالمين ان شاء الله. الأخت أميرة من السعودية يعني زوجة ثانية وتركت الوظيفة ولكن الزوج يبدو أنه يعني مقصر في قضية الإنفاق عليها أو ولها مريض لها حد مريض يعني. إذا كان قادرا وأنت قد قبلتي أن تكوني بهذا المنطق فواجب أن يعني يوسع
لك جزء من المال اذا كان قادرا يعني ان شاء الله رب العالمين، وكان من الواجب ان تقولي له قضية انك عقد زواجك ولكن لم تبني بعد، يعني هذه معلومات مهمة طبعا يجب ان تكون ان شاء الله، ولكن ان شاء الله نحسب لا شيء عليك باذن الله رب العالمين. ارجو ايضا ان يبلغ عن طريق حد كبير يعني، وتأمر الامور بسلام ان لم يكن عصبيا ان شاء الله. ومن فراس بن عجمان يعني زوجها يمر بورطة وكرب مادي كبير، والذين من حولها يشجعونها على أن تتركه، وهي مصممة على أن تقف بجواره لحظة الكرب. هذه الزوجة الصالحة، الزوجة اللي تقف يعني، ولما كان معه يعني سبحان الله العظيم نقف بجواره أو نكون بجواره، وعند الأزمة نتخلى عنه. ليس هذا من دين ولا خلق ولا قيم ولا مبادئ، بالعكس انا يعني لا ادري لماذا يقول الاقارب او المحيطين لام فراس هذا الكلام، يعني كيف تتركه في لحظه الورطه. اما اذا كان يعني وجودها معه يرهق ماديا ولها اهل يستطيعون الانفاق عليها في مرحله مؤقته الى ان يخرج من عنق الزجاجه، دي مساله اخرى، اما ان تتخلى عنه هذه ليست سمات الزوجه الصالحه ابدا. ابنتنا فاطمه من ليبيا، عدم لا وجب علينا الا نزكي انفسنا بل الله يزكي من يشاء، يعني الانسان على مقياس الكتاب والسنه، زي اخواننا في المراصد يقول لك يعني زلزال بدرجه 6.5 بمقياس ريختر. طب احنا يعني بالاخلاق بمقياس ايه؟ بمقياس الكتاب والسنه، فكيف نزكي انفسنا؟ وانا لا اصلا انا ممنوع عن التزكيه، انما رب العباد هو الذي يزكي، ربنا اللي يطهرنا وربنا اللي ينقينا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وهكذا دعا الخليل من قبل: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فالتزكيه من الله والتطهير من الله سبحانه وتعالى. مقياس الخير هو قربنا وبعدنا من الآيات والأحاديث التي تصف وتمدح الصفات الفلانية وتذم الصفات الفلانية. فأنا مع أي جانبين، كلما قرأت صفحة من المصحف وجدت أمرا أو نهيا، أو صفة طيبة يحبها الله أو صفة ذميمة يبغضها الله ورسوله، أضع وأقيس على نفسي. هنا أنا من المغتابين، أنا من النمامين، أنا من الهمازين، أنا من الأفاكين الذين يكذبون أصحاب الإفك والكذب، أم أنا من القانتين، أنا من الذين يسرعون في الخيرات. أمسك الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، هذه الصفات أطبق. عباد الرحمن 11 صفة: الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني أنزل على نفسي وأضع الميزان وأشوف أين أنا من هذا الخلق القرآني. ابنتنا ناهد حزينة من العين أن قدمت خدمة العمر لزميلة لها أو صديقة وردت لها زوجها، ولكن ولها سلطة في العمل تؤذيها أذى كبيرا، ماذا تصنع معها؟ والله أنت حاول أن يعني تدعي لها بظهر الغيب أن يرقق قلبها من نحوك، لأنك ما طالما صنعت خيرا لا تحزني على الخير الذي صنعتي إن كنت قد صنعتيه ابتغاء مرضات الله. دليل على أن العمل اللي صنعتيه مش 100% ابتغاء مرضات الله، فقد حزنت عندما ردت عليك ردا سيئا. لماذا؟ قال: انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالمعروف الذي اصنعه في الناس لما يكون لوجه الله ويرد علي اللي عملت فيه المعروف بالسوء فلم احزن، يبقى لله رب العالمين. فاذا حزنت وضاق صدري وتغيرت من ناحيته فما كان المعروف ابتغاء مرضات الله. هذا هو المقياس، وده مقياس خطير. ابننا عبد الفتاح من دبي كان يقول خطرة طيبة أن علامة في علاقة طردية بين سعة الصدر والقرب من الله، وافقك على هذا الكلام أيضا. قضية قبول الآخر أن أضع نفسي مكانه، هذا أيضا أوافقك تماما فيه ما شاء الله. كيف ننمي لغة الحوار؟ ربما لغة الحوار تحدثنا في حلقة سابقة ربما من شهرين على هذا الموضوع، اللي هو أدب آداب لغة الحوار، وأن نرتقي إلى لغة حوار ليست فيها عصبية وليست فيها لابد أن الديمقراطية ما أراه أنا لا ما تراه أنت، وأن النقد البناء عندما أنتقدك وأن النقد الهدام عندما تنتقدني. إذا زالت هذه
القضية، وإذا زالت أيضا الجملة التي هي مشهورة عند العرب للأسف الشديد، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، هذه كارثة كبرى. نحن يجب أن نكون كلانا مع الحق إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا جواهر جزاك الله خيرا على ما بشرتينا من رؤيا، وربنا يجعلنا وإياك من أهل الجنة إن شاء الله. ابنتنا سهام تطلب الدعاء الأول، اللهم فك كربها ويسر أمرها يا رب وأمرنا وأمر كل مسلم، أن كيف أوسع صدري مع من يكرهني اللي احنا ودنا عليه، يعني هو يكرهني أو أشعر بهذا، أشعر ما عمل فيه ولا لم يعمل فيه ولا حسنة واحدة ولا خير واحد، ما ابتسم في وجهي مرة، ما صافحني مرة، ما ربت على كتفي، يعني لابد أن أعمل شيء. فأذكر هذه ربما تخفف من حدة الكراهية إن شاء الله رب العالمين. طبعا أبو خليفة يسأل سؤال فقهي عن قضية ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، فهل مقصود بالحجاب والنقاب؟ هذا سؤال يعني نحوله إلى أخونا الكريم، إلى أخينا الكريم والعالم الفاضل سلطان العلماء جزاه الله خير دكتور محمد في برنامج أظن يوم الجمعة يذاع على دبي، والإخوة في القنوات الفضائية الذين يتصدرون لفتاوى الحلال والحرام. أم خالد من ليبيا كانت تسأل الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر لها الأمر ويفك الكرب وكربنا جميعا معه واجعلنا وإياها من أهل الجنة. أحبتي في الله، ساعة الصدر لها ثمرات طيبة، جرب هذا الأسبوع أن توسع صدرك مع الناس، ولا تكن عصبيا ولا تكن متسرعا في الرد، عندئذ سوف ترى ثمرات طيبة. لنجرب هذا الأسبوع ساعة في الصدر مع الأولاد، مع الأزواج، مع الزوجات، مع الجيران، مع الزملاء، مع المدير في العمل، مع الذين نرأسهم في العمل، عندئذ نوسع صدرنا في الشارع ونحن نقود السيارة. إذا رأينا أن صدرنا قد اتسع وأعصابنا صارت أهدى، هذه فسيلة صغيرة زرعناها لتثمر خيرا إن شاء الله رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.